اهلا بيكم. خشونه مفاصلك والطب التجديدي وابر السيره، خشونه مفاصلك والريجينيريتيف ميديسن والريجينوكين والاورسوكين والاي سي اس انجكشن. ايه علاقه الطب التجديدي بعلاج خشونه المفاصل؟ الطب التجديدي او الريجينيريتيف ميديسن قائم على نظريه واحده فقط، وهي قدره جسمك بطرق كثيره مختلفه اصلاح ذاته بذاته واصلاح نفسه بنفسه. الدليل على كده الجلد، لما بيحصل فيه جرح من 3 ايام ل 5 ايام بيحصل التئام الجرح بشكل ذاتي. العظام لما يحصل فيها كسر يحصل تجمع بسيط في مكان الكسر، من خلاله خلايا العظام تعمل التئام للكسر بشكل ذاتي. من هنا جت فكره الريجينيريتيف ميديسن او الطب التجديدي. الطب التجديدي تحتيه 2 جروب كبار. الجروب الاولاني بنسميه تيشو انجينيرنج او هندسه الانسجه، وده بيعتمد على نظريه تخليق بعض المواد الحيويه التي تساعد على تحسين الانسجه الضاره واعاده بناء الانسجه التالفه. الجروب الثاني اللي هو الاوتو ريجينريشن او الالتئام الذاتي، وده يعتمد على نظريه قدره الجسم الطبيعيه على اصلاح نفسه بنفسه. من هنا جت فكره الريجينوكين او الاورسوكين او الاي سي اس او ابر السيرم. طيب الابر السيرم تنتمي لاي جروب؟ بتنتمي للجروب الثاني اللي هو الاوتو ريجينريشن او الالتئام الذاتي. ايه هو الريجينوكين او الاورسوكين او الاي سي اس انجكشن او ابر السيرم؟ الريجوكين ده يعتبر مضاد التهاب طبيعي بيستخدم في علاج الالم والالتهاب في خشونه المفاصل. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على استخلاص مجموعه كبيره جدا من البروتينات الموجوده في داخل دم المريض. بيتم سحب عينه من دم المريض، واستخلاص البروتينات الموجوده منها بيتم عن طريق مراحل مختلفه. البروتينات دي اهم ما فيها بروتين بنسميه IL-1RA. البروتين دون عنده قدرة رهيبة وسريعة في التخلص من الألم والتخلص من الالتهاب، وعنده قدرة على تحفيز الأنسجة لإعادة بناء خلايا جديدة. بيتم استخلاص البروتينات دي عن طريق مراحل معينة في التصنيع. بنستعمل إيه؟ إبر من شكل خاص. الإبر دي بتحتوي في داخلها حاجة بنسميها جلاس بيتس أو خرز زجاجي صغير. بيتم سحب عينة الدم من المريض داخل هذه الإبرة، مع التفاعل مع الخرز الموجود بتكون في نتيجة لفصل السيرة وهو مصل الدم عن بقية خلايا الدم. يتم بقى ايه؟ تسخينه لدرجة معينة توصل لدرجة حرارة الجسم، وبعد كده إعادة تبريده تاني تمهيدا لحقنه. لما بيتم حقنه داخل المفاصل بيعمل حاجة بنسميها الكيك ستارت أو ركلة البداية. بيعمل تحفيز الجسم لإنتاج المضادات الكبيرة للالتهاب، بتروح للمكان اللي فيه ألم وبتخلص الجسم من الخلايا الميتة وتعمل ايه؟ تحفيز لإعادة بناء خلايا جديدة. دي الفكرة اللي قايمة عليها فكرة الإبر الريجينوكين أو الأورسوكين أو الإي سي إس. طيب تم اختراع الريجوكين من قبل طبيب ألماني اسمه بيتر ويلينج، ده جراح عظام ومتخصص في جراحات العمود الفقري. تم اختراع الإبرة وتم اعتمادها من منظمة الغذاء والدواء في ألمانيا، وانتشرت لدرجة إن كل اللاعبين المحترفين المشهورين على مستوى العالم في جميع الرياضات سافروا ألمانيا علشان ياخدوا علاج من الإبر دي لإصابات حصلت لهم أثناء ممارستهم للرياضة. طيب ابتدى الدكتور بيتر ويلينج اختراع الإبرة ازاي؟ تم اختراعها عن طريق، أولا تم التجربة على مجموعة كبيرة جدا من الخيول العربية اللي بتشارك في السباقات في ألمانيا. تم إصابتها في كثير من المفاصل أثناء السباق، فجات له فكرة إنه هو يبتدي يجرب الإبر دي على الخيول العربية. فعلا تم حقن المفاصل بتاعتهم بالريجينوكين أو الأورسوكين، وتم متابعتهم لمدة 3 شهور. حصل تحسن كبير جدا في درجة الألم، وتحسن كبير جدا في درجة الالتهاب والحركة الوظيفية للمفصل، لدرجة إن جزء كبير جدا من الخيول المصابة تم إعادة تأهيلها للمشاركة تاني مرة أخرى في السباق. طيب دون شجع الدكتور بيتر ويلينج إنه يجرب نفس العلاج على البشر، فتم حقن مجموعة كبيرة جدا من المرضى بيعانوا من خشونة في المفاصل بس الدرجة المتوسطة بنفس الإبرة اللي هي ريجوكين أو الأورسوكين، وتم متابعتهم لمدة 3 شهور. وجد إيه؟ انخفاض رهيب في درجة الألم، وانخفاض رهيب في درجة الالتهاب في المفصل، وتحسن في الحركة الوظيفية، واستمرار التحسن لأكثر من سنتين. هنا تم اعتماد الإبرة كعلاج، وتم تسميتها باسم الطبيب ويلينج فورمولا أو تركيبة ويلينج، وتم اعتمادها من منظمة الغذاء والدواء الألمانية، وتم استعمالها كعلاج لخشونة المفاصل. طيب الإبر دي بتتاخد إزاي؟
الاول دكتور ويلين كان بيدي الابر بمعدل ابره واحده يوميا لمده 4 أو 5 ايام، ده سماه الفيرست جينيريشن او الجيل الاولاني. بعدها بفتره تم اختراع جيل اخر سموه السكند جينيريشن، وده بيعبره عن وان شوت بس. ليه؟ لان التركيز البروتين اللي فيه كان عالي جدا. طب ايه المزايا بتاعه الريجوكين؟ ايه المزايا اللي فيه؟ المزايا اللي فيه 3 مزايا. اول واحده ان هو لا يحتوي على اي نوع من الخلايا، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء مش موجوده، ده مجرد سيرم ومجموعه بروتين. طيب الكرات الدم الحمراء والبيضاء احيانا لما يتم حقنها داخل المفصل بتعمل تهيج للانسجه وتعمل التهاب بسيط وتعمل الم. دي اول ميزه. طب الميزه الثانيه ان مش محتاجه فتره نقاهه، بعد الحقن مباشره بتمارس حياتك الطبيعيه. طب الميزه الثالثه تركيز السيرم في يفوق 10,000 مره تركيز البروتين الطبيعي اللي هو مضاد الالتهاب الموجود في جسمك. ففعاليه الابره بتبقى قويه جدا ومدتها بتقعد فتره طويله. طيب هل الريجينوكين او الاورسوكين او الاي سي اس انجكشن ابر السيرم فعاله في العلاج ولا لا؟ بناء على الابحاث اللي تم نشرها من مركز ويلينج طبيب اللي اخترع الابره، اثبت ان 75% من المرضى اللي تم حقنهم بابره الريجينوكين او الاورسوكين وعندهم خشونه في المفاصل من الدرجه المتوسطه تحسنوا بدرجه كبيره جدا، والحركه الوظيفيه للمفصل تحسنت بدرجه كبيره جدا واستمرت لمده فوق السنتين. طيب الابحاث العلميه اللي اتعملت على الابره قالت ايه؟ الابحاث اللي اتعملت في 2015 في بحث اتعمل على 118 مريض بيعانوا من خشونه في مفاصل الركب بس من الدرجه المتوسطه. تم حقنهم بالريجينوكين، اللي حصل تحسن سريع في درجه الالم وتحسن سريع في درجه الالتهاب والحركه الوظيفيه للمفصل، واستمر التحسن ده لمده 2 سنين بعد الحقن. دراسه اخرى اتعملت في 2017 على 47 مريض، بس ال 47 مريض دول ليهم وضع خاص، عندهم قطع في الغضروف الهلالي الداخلي في مفصل الركب. تم حقنهم بالريجينوكين ومتابعتهم، وجد تحسن كبير جدا في درجه الالم والحركه الوظيفيه للمفصل، لدرجه ان 83% منهم لم يتم اجراء عمليات ليهم. الدراسه الثالثه اتعملت في 2018 على 28 مريض بيعانوا من خشونه في مفاصل الركب لكن من الدرجه المتوسطه. تم حقنهم بالريجينوكين ومتابعتهم، وجدوا ان هناك فقدان سريع لدرجه الالم وفقدان سريع في درجه الالتهاب وتحسن ملحوظ في حركه المفصل. اخر دراسه اتعملت في 2020، الدراسه دي كان ليها هدف تاني، عايزه تعمل مقارنه ما بين البي ار بي اللي هي ابر البلازما اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه، وبين الاي سي اس اللي هي ابر السيرم. الاثنين مشتقات من الدم، طب عايزين نعرف ايه الفرق بينهم؟ هل في فرق ولا الاثنين نفس الدرجه بالنسبه للنتائج؟ عملوا دراسة على 123 مريض، قسموهم لاثنين جروب، الجروب الأولاني ادوهم إبر الـ PRP أو إبر البلازما، والجروب الثاني ادوهم إبر الـ ACS أو إبر السيرم، وتابعوهم لمدة 3 شهور. النتيجة وجدوا فيه تحسن كبير جدا في الجروب اللي خدوا الـ ACS عن الجروب اللي خدوا البلازما. ومش بس كمان تحسن في الحركة إيه بشكل عام للمفصل، لا ده تحسن استمر لمدة تفوق الثلاث شهور، لكن الناس اللي خدت الابر البي ار بي بعد 3 شهور ابتدى تدريجيا يقل التحسن الموجود واحتاجوا ياخدوا ابر اخرى. كم عدد المرضى الذين تم علاجهم بابر الريجينوكين او الاورسوكين او الاي سي اس؟ بالفيرست جينيريشن او النوع الاول من الابر تم علاج اكثر من 100,000 مريض على مستوى العالم. النوع الثاني اللي هو السكند جينيريشن تم علاج اكثر من 20,000 مريض على مستوى العالم بناء على المعلومات التي تم إصدارها من مركز ويلينج في ألمانيا. لكن صراحة يعني الإبرة دي فيها عيبين. أول عيب غالية شوية، مكلفة شوية، بيتراوح سعر الإبرة من حوالي 1,000 إلى 3,000 دولار، وأحيانا السيشن اللي أنت هتحتاج تاخده ممكن يعدي من 5,000 إلى 10,000 دولار. العيب الثاني مش موجودة غير في ألمانيا. الطب ما زال يبحث والابحاث ما زالت تطور كل ما هو جديد لعلاج خشونة المفاصل. نتابع